اخواني السلام عليكم. عندنا البطاريه هذه بطاريه كبيره نتاع كروسه الكتريك نتاع معاق، معناتها هذه فزدت. عندنا شومبر فيها فزده، كيش نعرفوا شومبر فزده؟ البيت من البيوت فزدي، بيت من البيوت تبدا فزده، كيش نعرفوها؟ شد هكا ضوي لي لهنا، ناخذوا بعد ما نشارجيو البطري ناخذوا طريه خيط ونحطوهم في بعضهم هكايا ونشوفوا. صور لهم لهنا تشوف البيت اللي تبدا تكشكش، صور في النقبه هذيك نتاع البيت اللي تغلي هكاكا، هاكا تغلي هذيك، هذيك البيت فيزدا جاب ربي جاتنا في الجناب. كي تجي في الطرف من هنا البيت هذه، تجي في الطرف من هنا هذه البيت فيزدا، باش نشنتيوها وننقزوها البيت هذيك. قصينا البطري من هنا، عرينا على السيباراسيون هذيا بين البيت والبيت، ديما نلقاو رصاصة بيناتهم يعني نثبتو، لازم القصة تكون مصوبة. هاو عندنا رصاص لهنا نتاعها، الرصاص هذاك نوليو ننقبوه ونعملو له كابا فيس باركير وخيط، نشنتيوه من هنا للبورن هذيا، نمنعو البطري هذيا. شد هاك بطري غالية شوية، البطري اللي سمناها توصل حتى لميتين وخمسين، فما بطريات يوصلوا للمليون نتاع الكرارس هذوكا نتاع المرضى، يعني غاليين ياسر. تولي هذه البطري، هاو أنا نعملو نقبة لهنا، فوالا شوفوا كيفاش نحيو كبابير، ماذا بينا منهبطش لداخل كعبة فيس. وينو الخيط اللي حضرناه لاخر؟ شوفوا هاذيكا، ناخذو خيط كعبة كوس من هنا ونكبسوها بالتورنيس. ها هو الخيط اللي حضرته، يصور عادة. هاو كي دورناه بالقدا قوي بالرصاص كيف كيف، ونحطوه هنا ونكبسوه بالقدا. هذاك تو ولانا البطري ما عادش 12 فولت، ولانا 10.5 10.5 فولت، 10.5 فولت. يمشي ولا ما يمشيش؟ يمشي، مجربين الحكايه قبل ويمشي. يعني هكا بس بريجي بدا تو باش نجربوه البطري. اوكي يقدح من هنا، شوفوا القدحه كيفاش، وهنا ما يقدحش. اتفرج قدحه خفيفه نوليو هذايا تو باش نحطو مع البولون تاع البورن هذايا، نسكرو هذيا بعد، نسكرو هذيا وبعد نعملو لها الباتاجوان ولا نعملو لها الكول، ونزيدو نعملو نغلفوها بسكوتش، ندوروها بهذايا هكايا، ندوروها بالقدا ونسكروها. وهكاك نمنعو البطري نتاعنا يزيد يشدنا 6 شهور ولا عام ولا اللي هو. والسلام.